بنرحب بيكم مره تانية اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن، منورنا. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. تحياتي نجومهم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، والكابتن احمد بلال. في البدايه طبعا نقول مبروك والف مبروك للنادي الاهلي على النتيجه الجميله ديت. نتمنى ان شاء الله باذن الله في المباراه اللي هناك نقدر ان شاء الله نعدي ونصعد لدور ان شاء الله. هارد لك لسان داونز في المباراه. كابتن ايمن، قبل ما نروح للحالات التحكيميه بنتكلم على حكم المباراه. وحكم صغير 35 سنه، حصل على الشاره الدوليه في 2011، يعني معنى كده هو خد الشاره وعنده 25 سنه. النهارده هو 10 سنين حكم دولي. تم تكليفه بمباراه كبيره جدا جدا، اعتقد 10 سنين بتلعب في الدوريات الافريقيه، بتصفيات كاس عالم، بتلعب كمان في كاس عالم للانديه الاخيره اللي هو كان في مباراه النادي الاهلي وبالمراس اللي النادي الاهلي فاز فيها وحصل على البرونزيه. على فكره كمان حكم لنا الاهلي وسان داونز 2019 بالزبط. هناك يعني انت حكمت مباراه كبيره جدا جدا بالقياس بالخبرات اللي انت المفترض انك انت الخبرات دي كلها ما يجب عليك النهارده يكون عندك اخطاء فادحه. النهارده عندي اخطاء كابتن علاء، اخطاء فادحه. ومش هقول كلام ولا حاجه، ولكن انا بتكلم في صور، وبتكلم في تمركز وتوقع، بتكلم في قراءه للعب، بتكلم المسافه بينك وبين الحدث. يعني انا عندي حاله يمكن احنا جايبينها بالكم يارده او كم متر هو بعيد عن الحدث، 22 متر اللي هو حدث اللي هي الحارس المرمى بتاع سان داونز في لعبه محمد شريف. بشكل عام بقول ان هو لم ينجح في اداره المباراه. الشخصيه التحكيميه كان ليها دور كبير النهارده كابتن ايمن، الشخصيه التحكيميه مش موجوده، الثقه في اتخاذ القرار. يعني اكتر من مره الحكم المساعد بيعكس مع الحكم المساعد. يعني الاول كان عندنا من ضمن الحالات انت كنت اخذت قرار صحيح، المساعد عكس، رحت انت رايح مع المساعد. يبقى نتكلم في الشخصيه التحكيميه مش موجوده، بنتكلم كمان في الثقه في اتخاذ القرار مش موجوده كابتن ايمن. ومن خلال الحالات النهارده التحكيميه اعتقد نتيجه النادي الاهلي النهارده كانت رحيمه بالحكم. فوز النادي الاهلي النهارده كان رحيم بالحكم من الاخطاء الفادحه اللي تمت في هذه المباراه.